السلام عليكم، اهلا وسهلا بكم في سيدة الدار سلسلة أصدقاء الحاجة فاطمة ومع ليلى اللي غتقدم لنا البسيس المعروف في منطقة سوس. نخليكم معاها باش نشوفوا المقادير والطريقة ديال التحضير. ليلى، السلام عليكم. السلام عليكم. بصحة لبيسة، الله يعطيك الصحة. شنو غتصوبينا هاد النهار؟ غادي نصيبو الزميطة. شحال كتقولوا لها بالشلحة؟ توميت. توميت، حتى هي توميت. ماشي اش كيسموها، البسيس؟ لا، كان اللي كيقول ليه البسيس، كان اللي كيقول ليه توميت. اييه، شنو عندنا في المقادير؟ عندنا هنا نص كيلو، غناخد من هنا نص كيلو ديال الدكري ديال الزميطة. اللي باغيه راه يلقى في الطاحونة، اييه يمشي للطاحونه يقول لي عطيني الدقيق ديال الزميطه، يعطيه هذاك الشيء اللي بغى. اها، وغادي ندير شويه الكركاع، شويه اللوز، الزلافه ديال العسل، والزلافه ديال الزبده مذوبه. زبده مذوبه، نشوفوا الطريقه. واخا، بسم الله. دابا ديك الزلافه ديال الزبده غادي تخلط لنا تقريبا نص كيلو ديال نص كيلو ديال الزميطه. اييه، غادي نبدا نخلط الزبده. درت فيها شويه الزعتر. الزعتر ولا زعتره؟ الزعتره. زعتره ياك، حيت كاين الفرق بيناتهم. زعتره كيديروه الناس في اودياك. اييه، هاد الأكلة أنا مناسبة كتستعمل فيها؟ تيديروها بزاف في المناسبة، ملي كتكون العروسة مشات عند دار راجلها. إيه، فين تم فين كيديروها؟ أي مناسبة تيديروها، يقدر كاع ديرها شي وحدة نافسة، ديرها ودير طبسيلة كبير، ديرو تحطو اللي جديد دوقو منه. كنشوفها بعض المرات كتكون بواحد الشكل كبير وكتكون مزوقة وفيها كتكون فيها بزاف ديال الديكوراسيون من الفوق. كاين اللي كيديرها جاريه، كاين اللي كيديرها قاصحه، على حسب المناطق. على حسب المناطق، حنا كنديروها قاصحه شويه، كتقطعيها بالموس. اييه، بحال فاس كنقولوا كنقولوا سميتها هذا الزميطه. الزميطه كنقطعوها حتى هنا طريفات. اييه انا هذه كنعرفها سميت لها البسيس. كل واحد اش كيقول ليه على حسب المنطقة. حيت تبارك الله راه الشلحات موجودين عندنا في القناة. حاضرين بقوة. دابا غتبقاي تخلطي وكتزيدي الكمية ديال الدقيق حتى كتجمع. ياك، تولي بحال العجينة. أمي، دابا ليلى تبقى تزيدي بشوية بشوية. ياك، غنبقى نزيد بشوية بشوية حتى نجمع على حسب زلافة ديال الزبدة. الزلافة ديال الزبدة وزلافة العسل تجي قاصحة بحال العجينة. غير كتخلطي، ما كدلكيها ما والو. لا، غير كنخلط. ايه، ومزيان غتبقى دابا تزيدي حتى تسميتو. حتى تجمع معاك مزيان حتى النهاية. ان شاء الله. المهم باش نختزلو الوقت، نرجعو ان شاء الله من بعد ما تجمعيها. ان شاء الله. يلا، دابا تجمع ياك ليلى. تجمع صافي، بقى يدير لي بحال من هكا كيتجمع حتى كيولي بحال عجينه. اييه، شتي؟ صافي دابا وجد. صافي دابا وجد. باش نوصل المرحله الاخيره، تزيين. تزيين صافي، نحطو في التزيين. الله يعطيك الصحه. الصحه والراحه. هذه هي الكميه اللي شاط لك في هذه هي الكميه اللي شاط ليا. اييه، يلا ان شاء الله ندوزو نديرو في الطبق التقديم ياك ليلى. ان شاء الله. ان شاء الله. ان شاء الله. دابا غنبداو التزيين ياك ليلى. غنبداو التزيين. نديرو الدراجيات. غادي نبدا نزوق فيها. اييه، زين، حسب الموجود، حسب كل واحد كيفاش اللي بغى يزينها يزينها. هذا كيبقى غير ديكور. ما بغاش يزينها ما يزينهاش، يخليها سامبل. كل واحد وذوقه.
وانا غادي نبدا ندير في الكرداب. انا غادي نبدا ندير اللوز نجيبها هكا. ونخليك تزيد تكمل ليا كليلة صافي نكمل ونخدمها ان شاء الله. ليلى الله يعطيك الصحه. الصحه والراحه ربي يخليك. هذا شي غزال. الله يعطيك الصحه حتى انت. انا درت غير هاد الكميه درت غير قد هكا حيت اللي باغي يدير في الدار يدير غير شويه ماشي مشكل يدير غير شويه حيت حنا في التقاليد ديالنا كنديروه في طبسيل كبير تنديرو حدا الباب كيف كيديرو في القاعات. اللي باغي يبدل الديكور في بلاصه التمر يديرو هو يحطو مع الحليب يدير الطبسيل كبير يزوقو ويحطو مع الحليب ويدو يحط المعالق اللي يدخل يذوق ويشرب الحليب ويدخل الاستقبال. الاستقبال تنديرو في بلاصه بحال التمر والحليب هادشي اللي كاين. الله يعطيك الصحة. هادشي زوين تبارك الله عليك. ربي يخليك تبارك الله عليك. الله يعاونك. بالسلامة الله يعاونك. وصلنا لنهاية الحلقة كنتمنى تكون نالت إعجابكم. ما تنسوا تشاركونا بصور تطبيقاتكم على المواقع الرسمية للقناة وكذلك مشاركة المحتوى مع الأصدقاء والاشتراك بالنسبة للزوار الجدد والضغط على الجرس لتتوصلون بكل ما هو جديد على قناة سيدة الدار. وإلى اللقاء.